مد رجلك شويه يا خليفه. اهو اهو يا صباح الزبرجه ده معلم حنش. صباح الفل يا معلمين. اقعدوا. ايه ده؟ انا شفتك قبل كده. الله، انت نسيتني ولا ايه يا معلم؟ ماهر الدخش اللي كنت ماشي مع نواعم. دخش؟ اه دخش. افتكرتك. ازيك؟ ازاي البت نواعم؟ بت ايه بقى؟ ده زمانها بقت تيتا دلوقتي. عرفك باخويا وصديق وحبيبي خليفه التاتش. زمل ايده تتلف في حديد. خليفه التاتش؟ متشغلش بالك يا معلم، مش هتعرفني، ما سبقلناش سبق معرفه قبل كده يعني. مش مهم. اقعدوا، انا من الصبح بدور على صحبه. تانسني للصبح. ياه، ما احنا قاعدين نثبتوا ازاي ان احنا. تعالى نقف كده يا خليفه. بص احنا واقفين دلوقتي قاعدين اهو. السلام عليكم. شفت قعدنا ازاي؟ احنا دلوقتي قاعدين اهو قاعدين. اهلا وسهلا. انا دلوقتي عايزك في حوار على السخان كده عشان مستعجلين بعد اذنك يعني. بندور على واحد من حبايبك العيال العشقيه اسمه حميده خرطوشه. خرطوشه؟ خرطوشه الواد حميده خرطوشه. ايوه. ماله ده؟ ماله ايه؟ بيقول لك عايزين نعرف هو فين. ده مش مركز خالص يا ماهر. ماهر؟ لا لا. ما انا ماهر، انا ماهر. ده خلص الموضوع ده من زمان وافتكرته الحمد لله. احنا دلوقتي عاوزين حميده خرطوشه. فين طريقه؟ نلقاه فين؟ سكته معروفه. ها بيمشي على طول مع معلم اسمه. ايوه، سيد الضب. سيد الضب. سيد الضب. سيد الضب. ايه يا خليفه، انت اتعديت ولا ايه؟ اه ده بتاع الثلاث ورقات صح؟ الله ينور عليك، يبقى انت تعرفه. وفي حد ما يعرفوش؟ الله، مش زبل وابنكار زينا. نلقاه فين بقى؟ في مولة سيد ال الطشطوشي الحلي. تومار الاليوبي. الاليوبي ده اخو صلاح الدين. صلاح يصنع. لا لا، انا اسف انا اسف، انا ما اتربيتش، انا كنت بهزر بهيس كده. انا ما اتربيتش. بالاذن احنا بقى عشان نلحق طريقنا. يا باشا هو انا اعرف الارقام المتسجله عشان كمان اعرف اللي مش متسجله؟ عفاف ما تزعلناش منك. ها بص يا باشا، الحركات دي سعادتك بتاعت البتعه. ودي مين البتعه دي؟ بتاعت الجمعيه يا باشا. جمعيتي عفاف. انا هحكي لسعادتك على كل حاجه. بصي سعادتك، اسم الله على مقامك كده. انا داخله انا ونسوان الحاره جمعيه صغيره كده على قدنا. البتعه دي بقى يا باشا الحكام دار بتاع الجمعيه، هي اللي بتقبض مننا الفلوس وترجع توزعها تاني. احنا نستعبط يا بت، ودي اللي هيخليها تكلمك من رقم غريب يا باشا. ما هي دي حركاتها يا باشا. هي كل ما تلاقيني بعوق في الجمعيه وتكلمني من تليفونها المحمول ده على رقمي وانا ما بردش، تكلمني من ارقام غريبه يا باشا. قال ايه بتترصد لي؟ ماشي. اسمع عفاف، أمرني يا باشا. انا هتصلي بالرقم ده دلوقتي. لو المحروس خليفه جوزك هو اللي رد، هتقولي لي اللي هقول لك عليه بالظبط. عيني يا باشا، تحت امرك. الله، ما تهبط يا جور. ما قلت لك يا اخي انا عرفت لك كل حاجه عني، وخليفه كمان طلع عارف المعلم بتاعه. ايوه. طب ما تتاخرش، هنستناك على اول الطريق. يلا سلام 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 سلام. ايه قال لك ايه؟ هيجي ياخدنا بالعربيه. مين؟ بنت مراتي. الو افوفه، وحشتينا يا بنت. بسالش عنك ازاي؟ ده انا في سيرتك كل يوم. انت فين دلوقتي؟ انا جايه على الطريق من نوابه. طب خلي بالك انا مش في البيت. لا حصل شوية لبش كده وانت مش موجودة. لبش؟ لبش ايه يا اخويا؟ كفالة الشر. هقول لك بعدين. بصي انزلي عند اختك انت، وانا هروح مشوار كده مع درويش وهبقى ارد على طول. مشوار؟ مشوار يا راجل؟ هقول لك بعدين يا عفاف. اقطع دراعي من لغلوغه الا لما كنت لايف لك على واحدة في غيابي يا خليفة. ايوه يعني رايح فين؟ واحدة ايه وليا؟ واللي يعرفك يعرف حد. يبقى تقولي المشوار اللي انت رايحه. رايح المولد، مولد سيدي تومار الاليوبي. فين يعني فين؟ ايوه فين ده يعني فين؟ الاليوبي ده هيبقى فين؟ في طنطا؟ في اليوب. ايه ده؟ ايه صدى الصوت اللي عندك ده يا بت؟ يا راجل بقول لك جاي على الطريق، يعني صحرا صحرا.
صحراء يا الصحراء فيها صدى صوت؟ اه مش في سراب؟ اه طيب يبقى في صدى صوت بس بيبقى قبل المغرب بثمان دقايق على حسب يا جاي منين. يا جاي منين؟ من نويبع. يبقى ثمان دقايق. الحمد لله كنت هظلمها. لا عفاف ازعل افوفا. ماشي يا حبيبتي. عاطف نزلنا الحجز. امرك يا ريس. باشا حجز تاني يا باشا. يا باشا يا باشا انا عايز اروح يا باشا. انا عايز اسرجع على طريقنا اليوم. يخرب بيتك يا خليفه يوم ما شفتك. باشا احنا هنروح اليوم فعلا يا باشا؟ قلت حاجه ولا ايه؟ يلا بينا. صوابع. ده انا اخر ايد شفتها كانت 3 ونص. طب قوم بقى يا خرطوشه انا احسن ابويا يكب ويسود عشتنا. طب قومي هزلنا هزتين حلوين كده عشان التعميره دي جامده قوي واسمها هزه مستر. يا مؤاخذه يا خرطوش. يا لهوي قطعنا عليكم الخلوه. مين يقعد يعمل التايخ انت وهو؟ اثبت اثبت يا اطلة دلدقلك مصارينك على الارض. اسمع كلام عمك دخش عشان هو بيحب الدلدقه. بيحب الدلدقه قوي. انت هلا مين اللي كرك عليه شوقي؟ شوقي مين يا مولانا؟ انت بان عليك قاصد عنوان غلط. انا ولا مؤاخذه معرفش شوقي ايه. ده انت ظريف.